سياروس، هل يتقدم؟ هل يسجل لمصلحة لاتسيو؟ ننتظر تنفيذ ركلة الجزاء. حكم المباراة يطالب كاستيانوس بوضع الكرة بشكل صحيح على مستوى طبعا نقطة وعلامة الجزاء. الآن كاستيانوس تركيز كبير في مواجهة حارس المرمى أوديرو. هل يتقدم لاتسيو بهدف المباراة الأول عن طريق علامة الجزاء وعن طريق نقطة الجزاء؟ راح نشوف كاستيانوس. كاستيانوس، نعم، يتقدم لاتسيو، يسجل لاتسيو عن طريق كاستيانوس أول أهداف في المباراة. الأرجنتيني يسجل رابع أهدافه في هذا الموسم. النسور بدأت تحلق هنا في كومو في إقليم لومبارديا في هذا المكان في رحلة بالتأكيد لابد أن تكون سعيدة، لأنهم يعلمون بأن أكتوبر كان سعيدا لهم في هذا الموسم. أكتوبر لم يبخل عليهم بشيء، وبالتالي يتمنون الانتصار في هذه المباراة. شوف اللقطة، شوف الهدف من علامة الجزاء، يضع كاستيانوس في المكان المستحيل، يضعها ويتقدم للاتسيو بأول أهداف المباراة. إذن هدف أول للاتسيو من علامة الجزاء، يسجل بانتصار في آخر مواجهة. هذه تسديدة، الله، يسجل بيدرو، يتقدم لاتسيو بالهدف الثاني. ضربة موجعة لكومو في مرماك يا أوديرو. يسجل لاتسيو بتسديدة قوية من بيدرو في اللقطة الماضية. يتقدم لاتسيو بثاني أهداف المباراة، ثاني أهداف المباراة. لسعة قاتلة قاتلة من بيدرو كانت في اللقطة الماضية. الأسباني يسجل في مرمى المدرب الأسباني. بيدرو يسدد هكذا ويسجل هدف سليم جدا في مرمى كومو. يسجل ما بعد أن سجل في مرمى جنوة وفي مرمى إمبولي، يضيف ثالث أهدافه في هذه المباراة بتسديدة قوية. سكنت سباك أوديرو، سكنت سباك كومو، وبالتالي هدفين مقاتل إسرة داخل منطقة الجزاء. ترسل من جديد، ما زالت محاولة وتسديدة. الله 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 الله، يا لها من كرة جميلة جميلة، حلوة حلوة في المرمى. يسجل كومو ويقلص الفارق، يقلص الفارق بلعبة جميلة كانت في اللقطة الماضية. يا لها من كرة كانت جميلة تشعل مدرجات جوزيبي سينيغاليا. الله الله على كرة ولا أروع ولا أجمل في اللقطة الماضية عن طريق اللاعب مازاتيلي. مازاتيلي يسجل هدف جميل جميل للغاية، جميل للغاية. شوف اللقطة، شوف اللقطة كيف أرسلت عرضية، بعد ذلك حاول فيها مازاتيلي وأرسلها باكورد جميل في المرمى. هدف رائع لمصلحة فريق نادي، لمصلحة فريق نادي كومو. الله على هدف تقليص الفارق، هدف تقليص الفارق. والشباك لن تكون نظيفة يا بروفيدال، الشباك لن تكون نظيفة في هذه المباراة. الكلين شيت اللي كان يبحث عنه ماركو باروني في هذه المباراة تحرك. هل يقترب لاتسيو من تسجيل الهدف الثالث؟ الله، نعم، يسجل باتريك القائد، يقودهم للراحة، يقودهم لانتصار، يقودهم للحظات الفرح في شهر أكتوبر السعيد على ماركو باروني. نعم سعيد يا ماركو باروني، شهر أكتوبر في آخر لحظاته يسجل هدف ثالث ويوسع الفارق. باتريك يوسع الفارق القائد باتريك بكرة رأسية سكنت الشباك وتحولت بالتأكيد لفرحة بعد ذلك لجماهير لاتسيو القليلة هنا في معقل جوزيبي سينيغاليا. ما بعد أن كانت المباراة صعبة في لحظاتها الماضية، ينجح باتريك بالتسجيل في مع... أنت تضيع الفرصة للعودة. هذه كرة باتجاه ديا، يا سلام، أوهوهو، جول، تنتهي الحكاية. يبصم على هذه المباراة كاستيانوس بالشمع الأحمر، لا يمكن الخسارة الليلة. كاستيانوس يسجل ويتقدم لاتسيو بالهدف الرابع. الله الله يا ديا، وضعنا كرة ثمينة جدا، ويسجل فريق نادي لاتسيو الهدف الرابع. الهدف الرابع، يشتبكون مع بيلوتي
يشتبكون مع بيلوتي وبالتالي هدف سليم 100%. شوف الكرة اتوضعت بشكل جميل من ديا لكريستيانوس، سددها سجلها، من لا يسجل يسجل عليه، وبالتالي بالفعل طبق هذا القانون كريستيانوس. القانون في عالم كريستيانوس، يضع الكرة في المرمى ويسجل الهدف الرابع لفريق نادي لاتسيو. الانتصار بالأربعة لا مجال للخسارة الليلة. الآن انطلاقة ممتازة، محاولة، يا سلام، أوهوهو، هدف خامس، نعم هدف خامس يسجل لاتسيو في هذه الأثناء، يتقدمون بخمس أهداف في المباراة. عن طريق من؟ عن طريق تشاونا. تشاونا البديل في شوط المباراة الثاني يسجل هدف خامس في المباراة لتتوسع النتيجة. خماسية خماسية للاتسيو، شوف في لمسة جميلة حلوة حلوة جدا كانت من لاتساري، وصلت لتشاونا، سجل من خلالها لاتسيو الهدف الخامس لكي يبصم بالخمسة هذه المرة وليست بالأربعة كما بصم كريستيانوس. الآن تشاونا يتكفل بالبصم بالخمسة في مباراة الليلة ويتقدم ماركو.